القوات المسلحة موجودين في كل الجبهات، ما حد يقدر ينكر هذا الشيء، لا ينكر هذا إلا جاحد. معسكر الشهيد الموصي هو أحد المعسكرات التابعة للجيش اليمني الذي بتعز الجبهات. كل أبناء القوات المسلحة من أغلب الوحدات مشاركين وموجودين، البعض ضمن وحداتهم والبعض انخرط ضمن اللجان الشعبية. لن نتردد في الدفاع عن وطننا ورفض الجبهات والتواجد في ميادين العز والشرف. ما يتوانى عن هذا إلا إنسان جاحد للوطن ومتخاذل وضعيف، لا فرق بينه وبين المرتزق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. التضحية تقدمها جميع أبناء اليمن، من يقاتلهم أبناء اليمن تكونوا رافعين رؤوسكم في كل مكان، سواء هنا في معسكرات التدريب أو في جبهات القتال. لا أحد يضعف إرادتكم، لا تسمحوا للمتخاذلين أن يوهنوا من عزيمتكم. شعارنا الله، الوطن، الثورة، الوحدة، تحيا الجمهورية اليمنية. هدفنا هو صنعاء، وهدفنا هو استعادة الجمهورية، وأن يعيش كل يمني حر على تراب هذا الوطن، بعيدا عن الارتزاق والعمالة لقوى الشر في إيران التي عبثت في المنطقة، عبثت في العراق، عبثت في لبنان، وتعبث في اليمن. من يوم طلع علينا حسين الحوثي واليمن في معارك وفي دماء، لم نرى منهم لا خير ولا أمن ولا استقرار ولا سيادة. هم ينفذون أجندات الحرس الثوري، لا يمتلكون القرار ولا يشعرون بالمسؤولية تجاه هذا الوطن. هدفهم هو تحقيق مكاسب إيران في المنطقة فقط، لا ينظرون للمواطن من حيث الصحة، من حيث التعليم، من حيث الراتب اللي هو أبسط حقوق الناس، انتزعها الحوثي من أجل أن يقدم خدمة لمن صنعوه وأوجدوه في قلب هذا الوطن. لكن بعزيمة الرجال ووحدة الهدف سننتزع هذا السرطان بإذن الله، إما أن يعودوا إلى صوابهم وأن يكونوا يمنيين وأن يعيشوا جزء من هذا المجتمع، أو سيلفظهم المجتمع. تريدوا أن تكونوا يمنيين يا أهلا وسهلا، تريدوا أن تكونوا فرس عودوا إلى فارس. لن تحكموا اليمن بأجندات الخامنئي وقاسم سليماني صريعكم الذي انتهى إلى غير رجعة. لذلك نحن الآن يجب أن نتكاتف هنا، سواء في الساحل الغربي أو في كل الجبهات، في شبوة، في مارب، صعدة، حرض، ضالع، تعز، كل من يحقق مكسب أو ينتصر هو مكسب للجمهورية.